بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا اليوم هو فكرة جديدة لحزام الوزن لغواصي الغوص الحر وأيضا لمحترفي غواصي السكوبا. هذا الحزام التقليدي وهذا الحزام اللي راح نجربه اليوم. بس لأن فكرة الحزام جديدة فعشان كذا نخبة من غواصين الفري دايف راح يجربوا ويعطونا رأي. الحزام كان كأنه قطعة من جسمي، كان ثابت ما بيتحرك، كان مدرب تغوص أكثر من 30-40 نزلة في اليوم. الحزام كان ثابت ما بيتحرك كثير، ما كنت تحتاج أعدله كثير. بالإضافة إلى ذلك كان الحزام سهل الفك وسهل التركيب. وعجبني في الحزام أنه كان مرة مرن، ومقارنة بالحزام التقليدي هو أريح بكثير بالنسبة لي في اللبس وفي الغوص. الحزام هذا صار عندي أكثر من 3 شهور، وأمانة من استخدمت الحزام هذا ما عاد أني جربت الحزام التقليدي اللي نستخدمه في عالم الغوص الحر. طبعا بحكم أني مدرب وأنزل مع الطلاب كثير، حوالي 30-40 غوصة في اليوم مع الطالب، الأمانة ما أحس بهذا الحزام. شكرا يا كابتن على الإسهام العلمي في مجال الغوص الحر. حبيت نحكي بخصائص المهمة في حزام الأوزان. أول خاصية مهمة جدا في حزام الأوزان هي خاصية عدم مقاومة الماء والانسيابية في الماء. طبعا الكابتن زكي حزامه اللي وفر لنا إياها والفكرة الجديدة اللي طرحها، هذا الحزام بيحقق هذه الخاصية بشكل جدا 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 ممتاز، كونه التطور تبعه دائري فبحقق انسيابية وحيكون قطعة من الجسم ما بنشعر فيها انه شيء مضاف على الجسم. ثاني حاجة مهمة في مهم توفرها في حزام الاوزان هي انه الاوزان تكون متوزعة لمحيط الجسم. كمان هذا الحزام بحقق هذه الخاصية بنفس الاوزان متوزعة بشكل متساوي على كل محيط الجسم. واهم خاصية كمان انه الحزام ما ينزلت اثناء ممارسة الرياضة الغوص الحر. وهذا الحزام انا جربته شخصيا ونزلت فيه عمق كبير، ورغم انضغاط جسمي ما انزلق الحزام من جسمي، فجدا ممتاز من هالناحية. وناحية مهمة جدا موفر لازم تتوفر بحزام الاوزان وهذه بتنذكر بالكتب هي سهولة الفك في حالات الحرج، اوكي كويك ريليز. يعني هذا الحزام بحقق هذه الخاصيه ببساطه، فورا الحزام فكيناه باسهل ما يكون. حبيت اضيف شغله كثير حلوه على هذا الحزام انه سهل بالضبط، سهل التقسيم، ما بياخذ حجم كبير بين اغراضنا بين معداتنا لما بنحط اغراضنا في الشنطه. سهل جدا. شكرا كثير كابتن زكي على الفكره الحلوه الجديده هاي، وبتوقع انت اعطيت خدمه كثير حلوه لكل غواصين الغوص الحار ولكل كوميونتي الغوص الحار. ثانك يو سو ماتش. الحزام عندي له صار له شهر تقريبا، اعطاني استاذ زكي، جربته بطريقتين او بالغوص السكوبا وبالفري دايفر. انا كفري دايفر صراحه يعني ممتع جدا وسهل وثابت، يعني مو زي الأحزمة التقليدية اللي قطعة يمين وقطعة يسار تقعد تضبط أمورك، لا هذا ثابت متوزع الوزن على الخصر على الجسم كله، يعني ما باميل لا يمين ولا يسار، مرتاح ما نحاس إنه علي حزام ولا شيء. يعني كلمة رهيب شوي عليه صراحة، مريح جدا جدا. وفي الغوص السكوبا بعد نفس الشيء، طالما ان انا ما لا يتحرك ولا شيء، ما في مجال انه يتحرك ولا هو مزعج ولا هو يضايق، واسترش يعني ما هو من الاخر رهيب جدا. وبعد تجربه الغواصين احب اوضح ان تصنيع الحزام بنفس طريقه تصنيع النكويت، بس الفرق ان الحزام يكون مناسب للخصر يعني اطول شوي، زايدا في ميزة انه هو قابل للتصغير والتكبير. وعشان تشوف كيف نصنعه تابع معاي المقطع للاخير.
عشان نصنع الحزام نحتاج إلى قمع بلاستيكي لتعبئة حبيبات الرصاص اللي طريقة تصنيعها موجودة بالقناة، ومقص، زائدا تيب سيكل وتاي روب وقطعة من نفس تيب السيكل، زائدا قفل حزام مناسب مع تيب السيكل. بالبداية راح نقطع البلف هنا من طرف تيب السيكل، وعشان نستخدمه نحتاج ان احنا نقلبه لو كان في كتابات، زائدا النطفه من البودره، فالنطفه ونرجع لكم بعد تنظيفه وقلبه. الان نمرر قطعه التيب الصغيره هنا عشان تكون واقي للتايرب، بعدين نركب قطعه الحزام الاولى، قفل الحزام الاولى، وبعدين نقفلها بالتايرب زايد نقطعه ونرجع القطعة الصغيرة اللي حطيناها. والآن من الطرف الثاني أبدأ أعبي الرصاص. وبعد تعبئة التيب بحبيبات الرصاص يجي دور الآن الجزء الثاني من قفل الحزام. أمرر في طرف وبعدين أرجع للطرف الثاني بهالشكل، أمرره بهذا المكان، وأيضا أمرره من الجزء الثاني من هنا. عشان يصير عندي بهذا الشكل. الميزة في هالموضوع هذا ان انا ممكن لو كان واسع علي او ضيق علي اوسعه، ولو كان ضيق ممكن اقصره بهالشكل. بعد كذا بيكون عندي الطرف هذا النهائي، هذا احاول اثبته بقطع. انا حطيت لكم قطع بس ممكن اضيف ثلاث قطع، امرره هنا واثبت الجزء الزايد. وبكذا يكون خلص الحزام وجاهز للاستخدام. اللون الأسود جدا جدا جميل، بس إضافة اللون الأبيض معاه كان جدا أجمل، وهو عبارة عن تيب كهربائي تم إضافته بهدف وضوح التصوير، وصممنا منه كميات كبيرة وبأوزان مختلفة عشان يجربوه الغواصين ويعطونا رايهم بالتعليقات. فاكتبوا رايكم بالتعليقات.